ندخل في بعض التفاصيل أيضا. المنتخب يعني حقيقة إذا كان فيه مراسل مثل عبد الله العظيمي يعني ما تقلق، كل شيء موجود وغطى كل شيء في المنتخب، يعني يوميات المنتخب السعودي كلها تشاهدونها إن شاء الله في الملعب، وبعد الملعب بشكل موسع في رسالة خاصة من أستراليا، ما شاء الله واحد عن عشرة الله يعطيه الصحة والعافية، كبير المراسلين عبد الله العظيمي. المهم فيما يخص المنتخب، المنتخب أجرى طبعا تمرينه الأخير اليوم قبل اللقاء الودي مع المنتخب النيوزيلندي الأولمبي يوم غد الاثنين في الساعة 7:30 بتوقيت ملبورن. التمرين تضمن بعض الجمل التكتيكية، وتم تقسيم لاعبي المنتخب إلى مجموعتين في منتصف الملعب مع إجراء تمارين خاصة للاعبي الوسط مع الهجوم وكيفية الوصول للمرمى من أسرع الطرق. وكذلك كان هناك تمرين صباحي لياقي بدون كرة في ملعب جون كاين بدأ في الساعة 10:30 صباحا. المباراة غدا سوف تكون منقولة على السعودية الرياضية في تمام الساعة 11 صباحا بصوت المعلق الزميل أحمد النفيس. إذا منتخب السعودي ومنتخب نيوزيلندي الأولمبي مباراة غدا الساعة 11 صباحا إن شاء الله بتوقيتنا، إن شاء الله يكون توقيت صحيح، وبصوت المعلق الزميل أحمد النفيس. عبد العظيبي اليوم أيضا حضر التدريبات والتقى مع اللاعبين وتابع التدريبات بشكل عام وخرج لنا بهذا التقرير، نتابع. أجواء المنتخب يعني أجواء يعني طيبة تبشر بالخير، يعني إحنا عازمين من أول يوم في المعسكر في الرياض، وإحنا عازمين أنا وأخواني اللعيبة إن شاء الله نكون يعني قد المسؤولية اللي أعطانا إياها الجمهور، وإن شاء الله إحنا ثقتنا في أنفسنا إن شاء الله كبيرة، وإن شاء الله بإذن الله إن نقدم إن شاء الله المستوى اللي يرضي جمهورنا إن شاء الله وكسب البطاقة التأهل. لا تصرح موجود الحمد لله، الفريق الحمد لله مرفضل ما يكون، عارف أنت نهاية موسم الرتم عالي، يعني حتى الفحوصات اللي أجرها لنا الدكتور من خلال المعسكر وكذا الحمد لله طلع كله يعني أخضر، يعتبر لنا أنه يعني اعتبر أنه كله جاهز، فان شاء الله باذن الله كل المردود هذا نتمنى ان شاء الله يكون في المباراه الجايه. طبعا المباراه الجايه تحديد مصير، يعني يا نكون او لا نكون، فان شاء الله نقدم الاعلان والباقي على الله. اجواء مره يعني جيده، استعداد جيد الحمد لله، يعني لسه ما تقدر تحكم، يعني الحين ما لنا الا كم من يوم، بكره ان شاء الله بنلعب مباراه وديه وفي مباراه ثانيه برضو وديه، ان شاء الله يعني ننفذ يعني الخطط والتكتيك اللي طلبه مننا المدرب، ان شاء الله باذن الله يعني نكون مستعدين للمباراه القادمه اللي هي امام استراليا، المباراه اللي ما عندنا الا فرصه واحده اللي هي فرصه الفوز، واحنا اكيد استفدنا من المباراه السابقه اللي يعني كان خيبه امل، يعني خسرنا في ارضنا، وان شاء الله يعني انا اعتقد ان اللعيبه الحين في فورمه افضل. يعني عبد الله كيف تشوف الأجواء في المنتخب بشكل عام؟ إبراهيم غالب يعني هذا اللاعب من الأولمبي للأول من الأول الأولمبي، الآن هو من ضمن قائمة الأولمبي على ما أذكر، صحيح سامي؟ إبراهيم غالب في الأولمبي والآن استدعي للفريق الأول، بشكل عام كيف تشوف الأجواء؟ والله الأجواء جيدة، انطباعات اللاعبين كويسة، يمكن الكلمة اللي قالها كابتن حسن إنه الآن المنتخب في مرحلة أفضل، طبيعي الدوري يتقدم والمستويات في الأحسن، إن شاء الله مستوى المنتخب يكون يعني على قدر الحدث في المباراة المصيرية الهامة. لكن ظروف اللي حاصلة برضو يعني نتمنى إنه يتجاوز المنتخب، يعني ثلاثة خيارات ما كان هنا فعلا كشف زي ما تم هنا، زيارات المدرب ريكارد يمكن قال الزميل سامي مجاملة أو زي كده، نحن نبغى زيارات بكل أمانة زيارة عملية 100% حتى وإن طالت، يعني زبدة الكلام. الأجواء إن شاء الله إنها مشجعة، وإن شاء الله إن شاء الله إنه حتكون بطاقة من خلال العمل بس مو بالأماني. طيب سامي، طبعا ما في شك في تفاؤل كبير حتى أثناء المغادرة لمسنا ذلك، ويعني الخيارات اللي كغالب، طبعا مشد المعجبين بإبراهيم غالب، أيضا حمد الحمد السنة هذه قدم مستويات لافتة جدا،
تتضح وقبل سالم الدوسري بأنه في تكتيك يعني رؤية فنية واضحة لدى المدرب لمواجهة أستراليا، الاعتماد على السرعة والحيوية، حيوية الشباب. يعني أعتقد أنه يعني عشان كذا أنا صراحة داخلية من أول ما قرأت التشكيلة وحتى بعد التعزيزات هذه اللي حصلت بالخيارات اللاعبين المصابين يعني تعويضاتهم، ما زلت متفائل إن شاء الله أنه يعني نحن قادرين على تجاوز أستراليا. هو بالنسبة طبعا اللاعبين يوم الاثنين سيصل حمد الحمد وزملاء يوسف السالم وسيف البيشي ويحيى الشهري صباح الاثنين، وبينما إبراهيم غالب سوف ينضم يوم الخميس. في التدريبات هنا يعني تأييدا لكلامك أنه في إجراءات أو تمارين خاصة للاعبي الوسط مع الهجوم وكيفية الوصول للمرمى من أسرع بالضبط الطرق. نعم. واضح أنه هو فعلا يعني متأزم، هو يعتمد على السرعة وعلى المهارة. شفت كيف؟ فهذه نقاط مهمة لمواجهة أستراليا. احنا واجهنا منتخبات أستراليا، منتخبات أستراليا تعتمد على نقل الكرات العالية والطولية والبطء، يعيبها البطء في المسألة هذه. نعم. وإن شاء الله يعني شخصيا أنا متفائل حقيقة في أستراليا. نعم. ونحن نتابع أيضا لهذه الصور رصد لكل ما يدور في المنتخب كأنكم في أستراليا. شكرا مرة ثانية عبد الله العضيبي. عبد الله فلاتة أخيرا قبل أن أذهب إلى فاصل، عندنا أزمة هجوم في المنتخب، هذا شيء واضح يعني ما هو سر، ويعني هل تعتقد بأنه بهذه الاختيارات ريكارد يستطيع أن يحل هذه المشكلة؟ والله ريكارد تكلم فيها كلام صريح، قال المشكلة من الأندية، الأندية خياراتها في التعاقدات مع المحترفين الأجانب على طول في مركز الهجوم، بالتالي فعلا هي في مشكلة في خط المقدمة، لكن إن شاء الله الأسماء الموجودة تكون قادرة، بالذات احنا بنتكلم عن أسلوب لعب وتسريع لعب زي ما تفضل الزميل سامي هو المناسب للكرة الأسترالية من خلال أداء جماعي حركي مشترك ما بين الوسط والهجوم. إن شاء الله حيتغلب على المشكلة، لأنه واضح أنه ريكارد عارف الخلل تماما، أنه خط الهجوم المشكلة، وبرر كلامه وأنا أعتقد كلامه منطقي يعني الصراحة. نعم. قال بيئة الأندية تعاقداتها في خط الهجوم، فإن شاء الله الأسماء الموجودة كابتن ناصر الشمراني ونايف عزازي وإلى آخره فيهم الخير والبركة، وقادرين على هز الشباك الأسترالية بمشيئة الله تعالى. أخيرا سامي، أنا أختلف مع ريكارد طبعا، مش مع عبد الله علق على كلام المدرب. إذا كان إحنا بننظر بمنطق المدرب وخيارات الأندية، أنا من يهمني كرئيس نادي أو حتى كنادي أنه فريقي يفوز أتعاقد مع لاعب لما حققت أسبانيا طبعا كأس العالم، ولكن سالم الدوسري أحد أبرز أسماء، لولا غياب، أنا أعتقد لولا غياب المحترفين في الهلال يمكن ما برز. لا، شوف الهلال ميزته أنه يغيب لاعب يظهر لاعب بالنجم، يعني حتى على مستوى اللاعبين في بدايته كان ظهر سامي لأنه المحترفين ما كانوا موجودين. لا بس سالم لعب وقت ما كان بعض اللاعبين الموجودين وقدم مستويات. سالم يعني حالة خاصة صراحة. طيب. يعني.